دائما في اطار قافله مغرب التضامن الدوره الثانيه وهي بمناسبه اليوم العربي لليتيم، عندنا المحطه الثالثه وهي مركز دار الطالبه بمنطقه لاله كركوس وهي تابعه لدائره او عماله تحناوت. جينا اليوم باش نشاركوا هاد التلميذات او الطالبات الفرحه ديالهم، وبغينا نحاولوا باش ندخلوا لهم شويه الفرحه والبسمه وننشطوهم شويه، وجينا نقدموا لهم بعض المساعدات خاصه اللوازم ديال المطبخ، الملابس، الحلويات، مواد التنظيف. كنتمنى ان شاء الله هذا واخا هذا المساعده هي قليله، كنتمنى باش تدخل عليهم واحد الفرحه. وكنشكروا اداره ديالنا ديال الدار، كنشكروا الجمعيه اللي كتسهر على هذا الدار، كنشكروا السلطات المحليه، كنشكروا الجمعيات المجتمع المدني اللي استقبلتنا وضيفاتنا اللي كنعتبروهم انهم جمعيه ديال الكرم، وهذا الشيء باش كيتحلى به المغاربه. وحنا وكنشكروا جميع من ساهم في هذه العمليه، وان شاء الله غدا صباحا غنكونوا في جمعيه التفاؤل ديال الايتام، وهي جمعيه مختصه بالايتام بمدينه مراكش. عليكم السلام ورحمه الله. سي محمد تداوت، رئيس جمعيه دار الطالبه لاله كركوس اقليم الحوز. وهذه المساعدات حنا فرحانين بها، البنات كلها هما فرحانين بها، لان تدخل في الاطار ديال تشجيع التمدرس، وغادي يتمكنوا البنات فاش يلبيو الطلبات ديالهم في ما يخص التمدرس، وغادي يتشجعون باش التحصيل الدراسي وينجحوا في المستقبل ديالهم، باش يكونوا المستقبل ديالهم ويكونوا الجماعه ما تيتمناوه في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتنشكروا بزاف هذه الجمعيه، لان مبادره طيبه ما عمرنا شفنا بحالها، وحنا زعما فرحانين بكم ومرحبا بكم عندنا، وهذا الشيء تيشجع باش حتى حنا نخدموا ونزيدوا لقدام ونعطيو ما امكن لهاد البنات باش يوصلوا لما نتمناهم في المستقبل ان شاء الله. بارك الله فيك. في الحقيقه انا فرحانه اليوم بهاد المبادره، وكنشكر بزاف جمعيه التضامن لزناته اللي على الرئيس ديالها السي يزيد اللي تحلينا هاد الفرصه وفكر في البلاد ديالنا وجا عندنا وتشرفنا به وفرحانين به انه تفكر بدار الطالبه ديال تكركوس. وكنتمناو على الله انه دائما ما نساوش هاد الناس ديال هاد الباديه هادي. وشكرا للجميع، شكرا للسلطات، شكرا للصحافه، شكرا للمحسنين، شكرا وعاش الملك. شكر خاص للجمعيه اللي زارتنا، الناس كاملهم تنشكرهم من هذا المنبر، ونشكر الاداره اللي ساعدونا اليوم، شكر لكم ومرحبا بكم عندنا في دار الطالبه لاله تكركوس. كنشكر الجمعيه اللي جات لنا لدار الطالبه لاله تكركوس، وكنشكر جميع الناس اللي شاركوا معنا، وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم بزاف، وكنشكر قافلات المغرب التضامن للدوره الثانيه على هذا الحفل الكبير، لانه دخلتوا الفرحه على قلوب هذه البنيات. دابا مساكن مستعدين يقراوا وينجحوا، لانه كاين الاهتمام من جهتكم، الله يجازيكم بخير. هذه الجمعيه راه وفقات الله يعطيها التوفيق ان شاء الله في حياتها، والله يصاوب الجميع، وشكرا لكم كاملين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا جيت سعيده وجيت فرحانه بهذه المناسبه، لان تجمعت مع البنيتات ودخلنا عليهم الفرحه والسرور، وهذا جد مهم بالنسبه لنا ولا لهم. ورغم انني كنت في واحد السفر لمدينه طنجه وجيت ومشيت عند شي ناس عزازين علينا، كنت معهم في مناسبه فرحت معهم، ركبت مع الخمسه الصباح وجيت وما بغيتش نفلت هذه المناسبه،
وكنشكركم جميعا وكنشكر طعام وعاش الملك.